أهلا بكم القصة الثالثة والثلاثين اعتبرها الشيخ محمد بن راشد من أعظم المحطات والقصة بعنوان توحيد القوات وإنجاز المهمة وهي كالتالي كما ذكرها الكاتب من أعظم المحطات في حياتي ومن أكثر الأيام فخرا في مسيرتي ومن أكثر المهام تحديا التي توليتها أثناء رحلتي في خدمة وطني توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات كانت مهمة حساسة على المستوى الوطني لكنها أساسية كانت مهمة صعبة لكن أبناء الوطن من الجنود والضباط جعلوها قابلة للتحقيق كانت تسري فيهم روح الاتحاد وكان يرون يوما بعد آخر ثمرات الاتحاد وكانوا يشاهدون أزمات وحروب تعصف بالمنطقه ويخافون على وطنهم من دون قوه ضاربه موحده كانت الامارات المحليه تمتلك قوات دفاع خاصه بها لكن وكما قال احد الفلاسفه كل قوه ضعيفه ما لم تكن موحده وكان هذا الايمان موجودا في عمق كل اماراتي وفي وجدان جميع الحكام وراسخا بعمق في نفوس كافه الضباط والجنود الذين عاهدوا الوطن على الموت من اجله كنت اقول لزملائي دائما الاتحاد كالشجره ترابه الوطن وماه التضحيات التي نقدمها وثمرته الانسان وجذع هذه هذه الشجرة هي قواته وجيشه لا يمكن أن يكون الجذع ضعيفاً أو مفككاً أو متفرقاً لابد أن يكون جذعاً واحداً قوياً صلباً يستطيع حمل الشجره وحمايتها من العواصف، كنت اقول لهم: نجاحنا ان نكون معا، البدايه هي ان نكون معا، وسيكون المستقبل صديقنا، كل شيء سيكون سهلا، اذا استطعنا ان نكون معا، وحدنا يمكن ان نفعل القليل، معا يمكن ان نفعل الكثير، كانت لدينا خمسه اعوام فقط لتوحيد القوات المسلحه. خلال الدوره الاولى من عمر الحكومه الاتحاديه، وضعت خطه في الهيكله والاستراتيجيه من اجل تحقيق ذلك، اعتمدها زايد وراشد والحكام وعملت عليها كافه وحداتنا العسكريه بكل اخلاص، كانت خطواتنا متدرجه لكنها جاده وواثقه وتمضي في الاتجاه المرسوم لها. في العام 1974 اصدرت قرارا بصفتي وزيرا للدفاع بتغيير مسمى قوه دفاع الاتحاد الى القوات المسلحه الاتحاديه. مع تغيير شعار وعلم القوه الجديده ابقيت على الواجبات والمهام والتنظيم ومرتبات القوه البشريه نفسها، كما ابقيت على نفس مواقع التمركز لقياده القوه والسرايا ومركز التدريب، كانت خطوه تعبر عن الصوره النهائيه التي نريدها خلال اقل من عامين. تكونت القوات من سبع سرايا مشاة. وسريه مدرعات العقرب، وسرايا الاسناد، وسريه المظلات، وسريه الاشبال، وسريه الاولاد، وكانت هذه القوات تحت اشراف المباشر. مع بقاء قوات دفاع الامارات المحليه كما هي، كنت قد قطعت شوطا كبيرا في تطوير كافه التشكيلات القتاليه. لدينا بالاضافه لانظمه الاسناد الناري والاداري في قواتنا. مع الالتزام بعقيده قتاليه تنطلق من مبادئ الدفاع عن النفس وحمايه سياده البلاد كانت المتغيرات حولنا وبخاصه المواجهات العربيه مع اسرائيل تفرض جوا من عدم الاستقرار الدائم في المنطقه وتدفع دائما نحو تشكيل قوه عربيه جديده تكون سياجا للوطن وسندا للاشقاء وراجعا للاعداء المتربصين في 6 مايو من العام 1976 كان الحدث التاريخي الذي احسست بعد بانني وفيت بوعدي للشيخ زايد ولوالدي احسست ان المهمه انجزت وان النفوس اطمانت وان القوه الحقيقيه لدولتنا قد تشكلت صدر في ذلك اليوم قرار من المجلس الاعلى للاتحاد بتوحيد القوات المسلحه وذلك في منطقه ابو مريخه بابو ظبي وبرئاسه المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ذلك اليوم أصبح رئيس الدولة الشيخ زايد طيب الله ثراه القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتم تسمية مرة أخرى وزيرا للدفاع وتم تشكيل رئاسة للأركان العامة للقوات المسلحة تتكون من رئيس الأركان وثلاثة مساعدين كما صدر قرار من رئيس المجلس الاعلى للدفاع الشيخ زايد رحمه الله الذي نص على توحيد القوات المسلحه البريه والبحريه والجويه تحت قياده مركزيه واحده تسمى القياده العامه للقوات المسلحه. وشمل القرار انشاء ثلاث مناطق عسكريه هي المنطقه العسكريه الشماليه القوه المتحركه براس الخيمه سابقا والمنطقة العسكرية الغربية قوة دفاع أبو ظبي سابقا والمنطقة العسكرية الوسطى قوة دفاع دبي سابقا. كما تضمن القرار إنشاء لواء اليرموك ويضم كافة قوات جيش الاتحاد والحرس الوطني في إمارة الشارقة وحرس إمارة أم القوين وكذلك إنشاء قيادة القوات البحرية وقيادة القوات الجوية بالإضافة إلى معاهد التدريب الرئيسية مثل كلية زايد الثاني العسكرية ومدرسة المشاة ومدرسه المظليين ومدرسه الدروع ومدرسه المدفعيه وتم توحيد العلم العسكري والشعار والزي العسكري واعلام القاده على مختلف مناصبهم تم التوحيد وانجزت المهمه التي بدات العمل عليها منذ عام 1968 قبل الاتحاد بثلاثه اعوام عندما كنا عائدين من اجتماع ارقوبس ديرا الذي ضم الشيخ زايد والشيخ راشد عندما قال الشيخ راشد سنعلن الاتحاد وستكون مسؤوليتك حمايه الاتحاد لم تهدا نفسي الا في العام 1976 عندما توحدت القوات جميعا تحت علم واحد وشعار واحد وقائد حكيم واحد هو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان احسست يومها انني اديت الامانه التي وضعت على عاتقي وبنيت قوه ضاربه ستحمي بلدي وساهمت في وضع ساسات راسخة لدولة قوية مهابة ذات سيادة لن يوقفها أي شيء ولن يعرقلها أي عدو عن تحقيق أحلامها وطموحاتها في بناء معجزة تنموية تستحقها عن جدارة وهنا أنتقل إلى قصة شيقة أخرى يرويها الشيخ محمد بن راشد كان للشيخ محمد بن راشد أيضا حكاية تخص ثورة إيران كانت قصتي الرابعة والثلاثين بعنوان 1979 بين الحرب والسلام تمر الدول باختيارات صعبة حال حال الأفراد اختيارات بين معركة التنمية أو معارك السياسية اختيارات بين استثمار مواردها في البناء أو حرق مواردها في المعارك اختيارات بين السلام أو الحرب أتأمل ذلك وانا استذكر العام 1979 كان عاما رايت فيه الاختيارات التي كانت تحدث في وطني والاختيارات التي كانت تحدث في دول المنطقه بجانب وطني وارى اليوم نتائج تلك الاختيارات بعد اكثر من أربعين عاما تستطيع رؤيه نتائج تلك الاختيارات بوضوح اكبر في دبي كان العام عاما حافلا 1979 وينظر الكثيرون إليه باعتباره عاما محوريا في تاريخ دبي كونه العام الذي شهد انطلاق الثلاثة من أكبر مشاريع الإمارة أول تلك المشاريع ميناء جبل علي والثاني مصر الألمنيوم الذي أنشأته وتملكته شركة دبي للألمنيوم دوبل بقدرة سنوية أولية وصلت إلى 135 ألف طن أما المشروع الضخم الثالث الذي بدأ ذلك العام فكان مركز التجارة الدولي في دبي الذي يعرف اليوم باسم مركز دبي التجاري العالمي والذي كان أطول مبنى في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر المباني في العالم أنذاك في ذلك العام بدأنا نشعر بأننا في طريقنا لتحقيق قفزات كبرى وبأن معركتنا لبناء وطننا بدأت تؤتي ثمارها وأن العالم بدأ يعرفنا كان العام هو العام 1979 الذي بدانا ندرك فيه بان احلامنا التي لا حدود لها يمكن تحقيقها، ولا توجد اي قوه يمكن ان تقف امامنا، كانت طموحاتنا في قمتها، وتطلعاتنا لا سماء لها، ففي هذا العام ايضا شهدنا ثوره في ايران، وتغيير نظام الحكم فيه، واعتلاء صدام حسين سده الرئاسه في العراق، وشهدنا في العام نفسه نذر مواجهه محتمله بين العراق وايران كقوتين في المنطقه سيكون لهما اثر كبير في مستقبلنا، كان التوتر في المنطقه يتصاعد، اهم واكبر جارين لنا على وشك مواجهه، لم تستطع القنوات الدبلوماسيه مساعده الدولتين على تلافي الحرب ولكنني شخصيا ومن موقع وزيرا للدفاع لم استطع الا ان استعد لوقوعها ازدادت مسؤولياتي في ذلك الوقت ايضا فبالاضافه لوزاره الدفاع كنت ممتنا لاشراك الشيخ زايد لي في جهوده في الوساطه والاطلاع على منهجيته وسياسته من خلال مرافقتي اثناء السفر او تمثيله في اللقاءات الدبلوماسيه لمحاوله تلافي الحرب وفي أواخر عام 1979 وبداية عام 1980 لاحظت ان العلاقات بين الدولتين اللتين تتمتعان باكبر عدد من السكان وتملكان جيشين من اقوى الجيوش في المنطقه قد بلغت نقطه لا رجعه عنها. وكان هذا من اكثر الامور المحزنه في حياتي. لانني ادركت اننا ندخل نفقا لا نعلم متى قد نخرج منه. في 4 سبتمبر من العام 1980 اتهم العراق ايران. بأنها قصفت مدنا حدودية من بينها خانقين ومندلي وفي 22 سبتمبر بدأت الحرب العراقية الإيرانية واستمرت ثماني سنوات مدمرة اخترنا البقاء الحياة لم تكن سنوات الحرب تلك بالنسبة لنا سنوات ضائعة أو سنوات انتظار بل أطلقنا أكبر ورشة عمل في بلدنا لتحقيق قفزات تنموية كبرى ولعل أحد النتائج الإيجابية لتلك الحرب أنها دفعت دول الخليج للتفكير بشكل جماعي لحماية نفسها وتحقيق نمو اقتصادي لشعوبها، كان تأسيس مجلس التعاون الخليجي كمنظومة وحدوية اقليمية سياسية واقتصادية مطروحا على الطاولة وكمؤيد شديد للفدرالية تحمسوا جدا لهذه الفكرة. وعزمت على مساعدة زملائي في مجلس التعاون الخليجي بهدف تفعيل اجندتنا القائمة على الدفاع عن منطقة الخليج. من خلال التعاون المشترك. وفي 25 مايو 1981 أعلن رسميا عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي شهر مايو كنت أجلس بكل فخر وراء سمو الشيخ زايد عندما افتتح قمة التأسيس في أبوظبي، هذا ما كنت أحلم به. وهذه هي النوايا الحسنة التي ستؤثر إيجابيا على المنطقة ككل. تمنيت لو ان القاده في جميع البلاد العربيه يفكرون بمثل هذه الصيغه من التعاون فيما بينهم لتحقيق السلام وخدمه الشعوب وهو امر يمكن تحقيقه بالتاكيد فقد حققته مرتين في حياتي في اتحاد الامارات وفي انشاء مجلس التعاون الخليجي كنا نستطيع ان نبقى محايدين في الحرب ولكننا اجبرنا على حمايه المشاه النفطيه في الخليج حيث كانت مياه الخليج العربي في الثمانينات مسرحا لما يعرف بحرب الناقلات من خلال استهداف العراق وإيران ناقلات النفط والناقلات البحرية والتجارية لكل منهما بهدف قطع الامدادات العسكرية والاقتصادية للجيشين وامتد الاستهداف ليشمل السفن التجارية لدول المنطقة التي ليست طرفا في الحرب لم نستطع الوقوف مكتوف الأيدي إزاء مهاجمة سفن النفط التجارية الخاصة بنا مما دفعنا الى نشر قواتنا المسلحه في البحر والجو وفي اكتوبر من العام 1983 نظمنا اول تمارين مشتركه مع القوات المسلحه العمانيه والسعوديه والبحرينيه بالاضافه الى الكويتيه والقطريه تحت اسم قوات درع الجزيره خلال منتصف الثمانينات تعرض عدد من ناقلات النفط التابعه لعدد من دول المنطقه في مياه الخليج العربي للقصف مما ادى لمقتل عدد كبير من الموظفين والعاملين فيها، والتاثير على الحياه البحريه في سواحلنا بسبب تسرب النفط الى المياه. لذا تحسبا للعواقب سحبنا بعض سفننا الى مياه الاقليميه. لن انسى الجهود الحثيثه التي بذلها الشيخ زايد خلال الحرب من اجل وضع اسس لمفاوضات تفضي الى السلام، الذي تمنينا ان يتحقق، وفي ذلك الوقت أصبح عالمي كله يدور حول الأمور العسكرية والمخاوف الأمنية، وتمحور عملي حول حماية وطني، بعد أن أصبحت الحرب في المنطقة جزءاً من الصراع بين القوى الكبرى، خاصةً بعدما أصبحت الولايات المتحدة طرفاً في حرب الناقلات. في يوليو 1988 أطلقت السفينة الحربية الأمريكية يو اس اس صاروخين بالخطأ على طائره مدنيه تابعه للخطوط الجويه الايرانيه بينما كانت متجهه الى دبي فقتل جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا بعد اسبوعين من هذه الحادثه اعلنت ايران رسميا قبول قرار مجلس الامن الدولي رقم 598 القاضي بالوقف الفوري للحرب العراقيه الايرانيه وهكذا توقفت الحرب توقفت الحرب بعد اكثر من مليون قتيل واكثر من تريليون دولار من الخسار توقفت الحرب التي لم يربح فيها احد ولم نعلم حتى اليوم لماذا بدات بالمناسبه دوبال اليوم هي خامس اكبر منتج عالمي للالمنيوم بعد دمجها مع شركه الامارات للالمنيوم ايمال وجبل علي اصبح يضم منطقه حره فيها اكثر من سبعه الاف شركه وكررنا تجربته لندير اليوم اكثر من 78 ميناء حول العالم. اما مركز دبي التجاري العالمي فاصبح اليوم اكبر مركز لاستضافه المعارض في المنطقه، ويجمع اكثر من ثلاثه ملايين رجل اعمال وخبير مختص سنويا ضمن 500 فعاليه. واصبح شارع الشيخ زايد الذي بدا بالبرج هو الشارع الذي يضم اكبر عدد ناطحات سحاب في الشرق الاوسط. نعم، بعد اكثر من اربعين عاما وهي ليست كبيره في عمر الشعوب يتضح لك نتائج اختياراتك بين الحرب والسلام بين المخاطره في ميادين التنميه والمخاطره في ميادين السياسه مع السلامه ونشوفكم في الحلقه القادمه